يجيوا ياخذوا توابع مزيفه يعملوا كوبي على توابع نتاع شركه حقيقيه موجوده، يجي الشركه اللي هي موجوده امورها مريقله تلقى نفسها يعملوا في عمليه بسمه وهي ما في بالهاش، دونك تنبشوا في بعضهم هكاك فاقت الاداره اللي المزيفين والحقيقيين يتكلاريو فرد نهار في سلع مختلف. وبالطبع شكون اللي ديكلاري بالغلط؟ اللي جايب سلعه اللي هي معسل ويقول اللي هي قماش، هذاك هو. احنا ما قلناش لي انت اللي قاعد تجيب في السلع، نعرفوا شكون اللي يجيب في السلع، شركه حياه بن علي اسمها كيكا شركه وعندها طابعها شركه هي اللي المستورد. بالطبع كما قال زميلك قبيله هي دورها شنيه؟ هي الغطاء، تعطي غطاء للترفكاجيه الحقيقيين اللي هما عندهم دبوات في الجم وفي مصربي الى اخره. انت شنيه خدمتك؟ انت تسهل لهم في العمليه وزيت ان ديكلارون دوا، دونك تقول ما في باليش ما في باليش ما في باليش. سامحني سي بارازار اللي انت عطاوك 15 مليار والديوانه الخطيه والاخر عطاوه 350 مليون بارازار هكاك خاطر انت شيء ما عملت طلبات ديوانه مادام عندهم ملف هكاك ديوانه هكاك حكت راسها قالت لك ايه عندهم ديكلاراسيون كي كوت دي مليون اي دي مليون. توا شوف سي عادل انت جيت للهيئه طلبت التحكيم والمصالحه بسيفتك منتهك، توا تجي تقول لي شيء ما عملت ما وليت ضحيه ما عادش منتهك. شوف سي عادل احنا رانا شاعرين بالعملية، هي راهي منظومة كاملة فيها سلسلة من متدخلين من بينهم الديواني من بينهم اللي ديكلارون دوان من بينهم الشركة اللي تغطي من بينهم الكونترا هذوما اللي قاعدين هما اللي يملكوا السلع، وانتي حلقة من الحلقات وانتي حلقة ضعيفة احنا وني داكولي انتي حلقة ذي انو لبسوك احنا ذي زادة متفقين فيه، لكن من تجيبش تقول انا ما نعرفش التوابع منين جاو كيف جاوك التوابع متاع الشركة. لا ما قلتش ما نعرفش، قلت لك انا الترس برسان ذي ما حبيتش التوابع فهمني، ما هو اللي عطى لي التوابع كما نجم اي شكون اللي عطاك التوابع متاع الناس اللي مش متاعه سفيان برا شكون هو السيدة ذي هذي اللي هرب نهار 27 اكتوبر il faisait quoi dans la vie il faisait là عنده معمل نتاع لو 72 ويست وايت ورا المحكمة. اي عطيك توابع نتاع ناس أخرى وأنت توابع نتاع مش نتاع ناس أخرى، قال لي هذوما نتاع فلان فلاني نتاع شركة بن ميرة. سي عادل أنت احنا راهو نفهموا الضغوطات اللي تنجم تتمارس عليك وبلغتنا الضغوطات اللي تمارست عليك، وبالتالي باش نوقفوا معاك وباش نقولوا لك شنو هي طلباتك أنت توا شنو اللي ما عندي حتى طلبات مدام.